أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الإشفاق هو أبلغ الخوف. قال ابن عطية رحمه الله في المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها: لما فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم عقب بذكر المؤمنين ووعدهم، وذكر ذلك بأبلغ صفاتهم. وقال السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن، ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف. ولذا قال الحسن البصري حول هذه الآيات: إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة، وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، وجلون من مكره بهم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، كقوله عن مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. الكلمات الشرعية والكونية. والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه القضية التي تعنى بها هذه السورة وهي دعوة الأنبياء، أي والذين هم بربهم لا يشركون معه غيره، فيفردونه بالعبادة ويوحدونه ويعلمون أنه سبحانه الأحد الصمد المعبود بحق، وما سواه من المعبودات فهي عبادة باطلة. فيؤمنون به ربا ويخلصون العبادة له إلها لا شريك له. ثم قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء، وهذا من باب الاحتياط. وقد جاء تفسير هذه الآية في حديث روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم
ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. قال ابن عطية في تفسيره بعد ذكره لهذا الحديث عند هذه الآية: ولا نظر مع الحديث، أي أن تفسيرها هو هذا التفسير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فجعلهم من السابقين. فجعلهم من أي هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال، يصومون، يتصدقون، هل هم يمنون على الله عز وجل بعبادتهم؟ هل هو إذا تكابر في المجلس وجلس متربعا قال: أنا صليت كذا وكذا وفعلت كذا وأنفقت كذا وكذا؟ لا، إنما يفعلونه لله ويخافون ألا يتقبل منهم. ولذلك قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل لي حسنة واحدة لتمنيت الموت، استدلالا بقوله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. حصر، أي أن القبول محصور بمن اتقى. فقول: لو تقبل مني حسنة معناه أني من المتقين. وقد استدل القرطبي رحمه الله بقوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، على أن الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها. وأقول: ما لم يدل الدليل على فضل تأخيرها، على فضل تأخيرها كالإبراد في صلاة الظهر أو تأخير صلاة العشاء إلى الثلث الأول، وإلا الأصل أن الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. يخبر تعالى عن عدله وشرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف هذه النفوس إلا ما تطيق وتستطيع القيام به. فلا يكلفهم ما لا يطيقون، وقد جاء ذلك في آيات أخرى كما في خواتيم سورة البقرة، كما في خواتيم سورة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال سبحانه وتعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق. ما المراد بالكتاب هنا؟ نعم، كتاب اللوح المحفوظ، يكتب عليه، يعني كتاب الأعمال، يعني كتاب الأعمال. الحين قال بعضكم الآن إنه اللوح المحفوظ، قال بعضكم كتاب الأعمال، في قول ثالث القرآن. في الواقع أن المفسرين لم يذكروا إلا الثاني والثالث، أما اللوح المحفوظ ما ذكر لأنه ليس في السياق، ما لأن القضية قضية مجازات، هل يجازى الإنسان بما في اللوح المحفوظ ولا بما كتب عليه؟ بما كتب عليه. ولذلك ولدينا كتاب ينطق بالحق اختلف فيه المفسرون على قولين، منهم من قال كتاب الأعمال التي كتبت على الإنسان كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال القول الثاني أنه القرآن. ولدينا كتاب ينطق بالحق، أي هذا القرآن ينطق بالحق. أيهما أرجح؟
الأول. أحسنتم، لا الأول لأن السياق يقتضيه، وأن المراد به كتاب الأعمال، لأنه قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يتحدث عن عمل. ولدينا كتاب ينطق بالحق، وخاتمة الآية يقول وهم لا يظلمون، أي أنه يكتب عليهم ما عملوا. ورجح هذا القول ابن عطية وابن كثير رحمة الله عليهم. ثم قال سبحانه وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون من الخير شيئا. ثم قال رادا على هؤلاء الكفار بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي في غفلة وضلالة، هم غافلون أنه سيكتب عليهم كل شيء، لاهون في هذه الدنيا. من هذا أي من القرآن، هذا قول. وقيل من هذا أي من كتاب الأعمال. أيهما أرجح؟ كتاب الأعمال، لأننا رجحنا قبل قليل بل قلوبهم في غمرة من هذا. ولهم أعمال من دون ذلك. ما معنى من دون ذلك؟ أي من دون الشرك. قاله ابن كثير عن ابن عباس، هذا معنى. المعنى الثاني يا أخواني، قال ابن عطية الإشارة إلى من ذلك إلى الغمرة والضلال المحيط بهم. ولهم أعمال من دون ذلك، أي من دون هذه الغمرة والضلال. ومعنى الآية هذا على قول ابن عطية بل هم ضالون معرضون عن الحق، وهم مع ذلك لهم سعايات فساد، فوسمهم سبحانه وتعالى بحالتي شر، فوسمهم تعالى بحالتي شر. وعلى هذا التأويل فالإخبار عما سلف من أعمالهم وعما هم فيه الآن. واضح يا أخوان الفرق بين القولين؟ ولهم أعمال من دون ذلك، القول من الشرك معناه يتكلم عن الأعمال الماضية، أي هم في غمرة ولهم وفي ضلال وفي شرك، ولهم أعمال دون الشرك من معاص وسائر الذنوب. قول الثاني قول ابن عطية رحمه الله، تفسير ابن عطية يقول ابن عطية رحمه الله أن الله وصفهم بحالتي شر ما مضى من زمانهم، عندما قال بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم الآن أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي سيعملونها ما مضى وما يستقبل، أي أنهم عملوا ومصرون على أعمالهم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. قال بعض المفسرين أن حتى إذا أخذنا مترفيهم، أي مترفي قريش، لأن الخطاب لهم الآن، بالعذاب. قيل ذلك كان يوم بدر حينما قتل كبارهم ورؤساؤهم، وقيل بل ذلك بالجوع حينما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم سبعا كسبع يوسف على قريش. إذا هم يجأرون، إذا هم يجأرون، من هم الذين يجأرون؟ ها؟ قال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، والترف تعرفونه هو زيادة النعمة، أليس كذلك؟ كما قال الله عز وجل ذرني والمكذبين أولي النعمة. إذا هم يجأرون، من الذي جأر؟ المترفون، الذي جأر هم المترفون. من الذي قال لا تجأروا اليوم؟ الملائكة قالوا لهم
يعني حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم أخذنا، يعني إيش؟ بدأنا بأخذهم وعاينوا العذاب وبدأوا يحسون بالعذاب، بدأوا يجأرون، ردت عليهم الملائكة فقالوا لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، يعني قد كتب عليكم العذاب. ومن المفسرين أيها الإخوة من جعل العذاب للمترفين، ومن يجأر والذي يجأر هم أهل المترفين في مكة بعد موتهم، وهذا يعضد من قال أنهم قتلى بدر، يعضد من قال أنهم قتلى بدر. قال القرطبي وهذا قول حسن، يعني أخذنا مترفيهم بالعذاب، أخذناهم معنى إيش؟ أهلكناهم إذا هم يجأرون، أي يجأر من؟ يجأر أهلهم. هذا قول. القول الثاني أن الذي جأر من؟ المترفين، حال نزول العذاب ومعاينة العذاب عليهم. أيهم أولى يا أخواني؟ تأملوا سياق الآيات. أيهم؟ نقول إن الجأر للمترفين أو لأهل المترفين؟ لماذا؟ أجبت إجابة صحيحة فدلل على إجابتك. لا لا، في الآيات يا أخواني، تأملوا الآيات التي بعدها يا أخواني، تأملوا في الآيات يا شيخ لعلك تأتي بها. أحسنت، إنكم منا لا تنصرون، هم الآن عاينوا العذاب، السياق يؤيد أن الذي جأر من؟ هم مترفون. إنكم منا، أي قد كتب عليكم العذاب، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم، كما قال الله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ثم قال سبحانه مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به، الاستكبار عنه أو به، يعني هل كفار قريش يستكبرون الآن؟ وإذا قلنا يا أخواني القول الأول والقول الثاني كل واحد له معنى، مستكبرين به، القول الأول مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم عليه، استكباراً عليه واحتقاراً، أي مستكبرين عن الحق، مستكبرين عن الحق. وبه الضمير يعود إلى ثلاثة أشياء، يحتمل ثلاثة أشياء. القول الأول مستكبرين به أي بالحرم، بالحرم، الخطاب لقريش الآن، مستكبرين به أي أنهم يحتقرون هذا الشيء، مستكبرين أي يتكبرون، ذموا لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام، مستكبرين به سامرا أي أن هذا الحرم ماذا تفعلون به؟ تقولون فيه القول المستكبر، قول إيش؟ الهجر، يعني لا تقدرون الحرم حق قدره، مستكبرين به أي بالحرم. القول الثاني به أي بالقرآن، كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام، إنه سحر، إنه شعر، والسمر تعرفون أين وقته؟ السمر، السمر ليلا، السمر يا أخواني يكون ليلا، وتقول إنه كاهن وغير ذلك من الأقوال. القول الثالث مستكبرين به أي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جلستم في الليل تسمرون ما يكون شغلكم إلا إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم، تسبونه وتضربون له الأمثال الباطلة أنه شاعر وكاهن وساحر ومجنون إلى آخره. يعني هذا القول الأول، أن الاستكبار يا أخواني
يعني يعني مستكبرين بهذا الشيء، حال من استكبارهم وإبائهم. فإن كان الحرم فإنهم يقولون في الحرم ما لا يصلح أن يقال في الحرم، وإن كان القرآن فإنهم إيش يتهمون القرآن بأنه كهانة وشعر أو بمحمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني يا أخواني يختلف عن القول الأول تماما. قال مستكبرين به أي بالبيت تفتخرون به وتعتقدون أنكم أولياءه، بمعنى أنكم استكبرتم بأنكم أهل البيت بردكم الحق. واضح الفرق بين القولين يا أخواني؟ مستكبرين به، القول الأول أي أنهم استكبروا عن الحق، عن الحق نكوصاً وإباءً، استكباراً. وعلى هذا القول الضمير يحتمل ثلاثة أشياء وكلها صحيحة. القول الثاني أن الاستكبار حصل بسبب أنكم تدعون أنكم أهل البيت، يعني تقولون نحن أهل البيت، حتى أنهم كانوا من الاستكبار وش يكونون؟ الناس يذهبون إلى عرفة وهم ما يذهبون إلى عرفة. قريش قل حنا أهل البيت ما نخرج من الحرم، ما نخرج من يسمون الحمص، أي يفتخرون بالبيت ويعتقد. ففخركم بهذا إذا جلستم بالليل في أنديتكم نحن أهل البيت ونحن الذين السدنة ونحن الذين نطعم الحجاج ونحن الذين نفعل، فردكم هذا عن اتباع الحق، ولم تستجيبوا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، تعتقدون أن فعلكم وكونكم أهل الحرم شافع لكم في ردكم هذا الحق. واضح يا أخواني؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى أفلم يدبروا القول. أفلم يدبروا القول، القول ما المراد به؟ القرآن. المراد به هنا القرآن. يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن وتدبرهم وإعراضهم عنه، مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. أم جاءهم ما لم يأتِ آباءهم الأولين؟ فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا هذه نعمة الحرم ونعمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونعمة القرآن أن يقابلوها بماذا؟ أولى الناس أن يتبعوا محمد من بعث فيهم محمد، أهل الحرم، أليس كذلك؟ قال أفلم يدبروا القول، أي ولو تدبروا القرآن لوجدوه زاجراً عن معصية الله، لو تدبروه عقلوه، والتدبر هو التعقل والتفكر. ولذلك قال السعدي رحمه الله معلقاً على هذه الآية دل على أن القرآن أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. كيف أخذها السعدي رحمه الله؟ هذا الاستنباط منين أخذها السعدي؟ يقول إن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. كيف أخذ السعدي رحمه الله؟ لا أنا نريد في هذه الآيات. نعم، يعني هم الآن أهل الحرم، أثبت الله عز وجل على أنهم إيش مستكبرين وأنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله رادا عليه أفلم يدبروا القول، بمعنى أنه لو تدبروا القرآن إيش لدلهم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم؟ أفهم لا يعرفون محمد وصدقه؟ يعني ما السبب الذي جعلهم، يعني هل كونهم آل الحرب يأتيهم القرآن ويأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعرفون أمانته وصدقه من صغره، ما هو شخص غريب أول مرة يرونه يقول هذا الرجل لا نعرف تاريخه، لا نعرف التاريخ له، يكون صادق يكون كاذب، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد يعرفونه منذ طفولته منذ نعومة أظفاره، بل سموه الأمين.
ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي: أيها الملك، إن الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. فهو معروف أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون؟ إذن لماذا لم يسلموا؟ أم يقولون به جنة، يعني أنهم يقولون إن محمد جن، أي افتراه من عنده، أو به جنون لا يدري ما يقول، يعلمون أن محمد بكامل قواه العقلية. بل جاءهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بالحق، وأكثرهم للحق كارهون. يحتمل أن هذه الجملة جملة حالية، أي حالهم حين جاء الحق أكثرهم كاره له، وبالتالي وضعوا تصور مسبق ولم يهتدوا. وإلا لو رأوا الحق وسمعوا الحق وصفوا قلوبهم وأتوا وسمعوا سماع المسترشد، لكنهم أتوا وهم أصلاً قد بيتوا رد هذا الحق. ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة، أي وأكثرهم، بل جاءهم وأكثرهم للحق كارهون، خبر من الله سبحانه وتعالى، كما قال في آيات أخرى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والمعنى أنه لا يلزم أن يكون، يعني قد ثبت أن أتباع الأنبياء هم القلة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال بعض المفسرين: الحق هو الله سبحانه وتعالى هنا، وضعف هذا القول ابن عطية وقال: هذا ليس من نمط الآية. وذكر قولاً آخر وهو أن الحق هنا هو الصواب المستقيم، وقال: هذا هو الأحرى. ولا يظهر لي والله أعلم تعارض بين القولين، فإن الحق أو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن أو محمد أو الله تبارك وتعالى أو الصراط المستقيم، لا تعارض بين هذه، إذ لو اتبع هؤلاء أهواء هؤلاء المشركين النتيجة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لماذا؟ لفساد أهوائهم واختلافها. بل أتيناهم بذكرهم، يقول الله سبحانه وتعالى: بل أتيناهم بهذا القرآن. بذكرهم ما هو؟ أي القرآن. فهم عن ذكرهم، أي عن كتابهم، معرضون. أم تسألهم خرجا، يعني هل أنت يا محمد تسألهم أجرا، يعني أنت يعني السبب في ردهم الدعوة أنك يا محمد قد طلبت منهم أجرا وهم عاجزون عن دفع هذا الأجر، أو لا تستحق هذه الدعوة؟ فخراج ربك خير، أي أنت لا تسألهم أجرة ولا شيئا ولا مالا على دعوتك إياهم إلى الهدى، بل أنت محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فخراج ربك خير، كما قال سبحانه وتعالى عن سائر أنبياءه: قل ما سألتكم من أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. فكلها أثبتت أن الأنبياء لا يأخذون على دعوتهم أجورا أو يطلبون، بل إنهم يحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى.
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. الملك يقول أحدهما: اضرب مثل لمحمد ومثل أمته. فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر، يعني على سفر، انتهوا إلى رأس مفازة، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، لا يستطيعون أن يذهبون يتقدمون ولا يرجعون. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، فقال: أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني؟ يعني انقطعت بهم السبل، وهو كما كان حال قريش، بعثوا لم يعني إن الله مقت العرب عرب إن الله مقت الناس عربهم وعجمهم، ولم يبق إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الجهل والضلال، كحال هؤلاء الذين كانوا لا يستطيعون أن يتقدمون. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: معي النور وأهديكم إلى النور. فقالوا: نعم. طبيعي واحد يقول لهم الآن هم انقطعوا، يقول لهم: إن تتبعوني أعطيكم رياضا معشبة وحياضا رواء، يعني مليئة. فانطلق فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال؟ فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذا وحياضا أروى من هذا، يعني أن أمامكم الجنة، شيء عظيم أعظم مما أعطيتكم من هذه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الإيمان وفيه شيء آخر غير الإيمان، الجزاء الأخرى. مثل هؤلاء الذين اتبعوا فعلموا صدقه، يعني فعلا أوردهم رياضة، قال: لا، هناك رياض أحسن. فقال الطائفة: صدق والله. وقال الطائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. أي أنك يا محمد مهمتك الأولى والأخيرة أنك تدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بيوم القيامة، عن الصراط، عن هذا الصراط المستقيم، لناكبون، أي لعادلون جائرون منحرفون، مع أنه مستقيم لكنهم سينحرفون. يقال: نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها ولو رحمناهم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم وحالهم: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أي لو رفعنا عنهم العذاب بعدما رأوه للجوا في طغيانهم يعمهون. يخبر سبحانه وتعالى عن غلظهم وكفرهم بأنه لو أراها عللهم وأفهمهم القرآن لما انقادوا له ولا استمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، كما قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال في آية أخرى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون، أي أنهم لو ردوا إلى هذه الدنيا أو رفع عنهم العذاب ما آمنوا. ولقد أخذناهم بالعذاب، أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي فما ردهم عن ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة، بل استمروا على ضلالهم وغيهم. فما استكانوا أي ما خشعوا. ولقد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كسبعا كسبع يوسف، قتل منهم كبراءهم في بدر ومع ذلك استمروا في غيهم.
وما فما استكانوا أي ما خشعوا، وما يتضرعون أي ما دعوا. التضرع هو الدعاء لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا أي دعوا ولكن قست قلوبهم. عن ابن عباس أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أو فقال: يا محمد، لم يسلم بعد، أنشدك الله والرحم، قد أكلنا العلهز يعني الوبر والدم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا. يعني دعا عليه ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، ومع ذلك أبو سفيان من كبرائهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يرفع عنه الدعاء. طيب إذا كان تعلم أن هذا نبي وأنه دعا عليكم واستجيب له، وتطلب منه أن يدعو ليرفع عنكم، لماذا لا تؤمنون به؟ وهذا مصداق هذه الآيات: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. المبلس الذي قد نزل به الشر ويأس من زواله ونسخه بخير. إذا هم فيه مبلسون أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل خير وأفلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. ثم يذكر سبحانه وتعالى، يذكرهم بالنعم التي عليهم، يقول: أنزلت الكتب، أرسلت الرسل. يقول سبحانه، شوفوا التناسب: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني يذكرهم بنعمه، لماذا لم يستجيبوا؟ أن جعل لهم سمعا وبصرا وقلوبا عقولا وفهوما يدركون بها الأشياء، يميزون بين الخير والشر، بين الحسن والقبيح، بين الصادق والكاذب، بين الأمين والخائن. قليلا ما تشكرون أي ما أقل شكركم لله عز وجل على ما أنعم به عليكم. قيل معنى قليلا ما تشكرون أي شكرا قليلا ما تشكرون، شكرا قليلا ما تشكرون. ورجحه ابن عطية. القول الثاني أي ما أقل شكركم لله. قليلا ما تشكرون فيه قولان لأهل التفسير. قليلا ما تشكرون أي ما أقل شكركم لله. الثاني أن معنى شكرا قليلا ما تشكرون. ما الفرق بين القولين؟ الأول اللي قلنا قليلا، شكرا قليلا ما تشكرون، نفى عنهم الشكر جملة وتفصيلا. واضح يا أخواني؟ هذا رأي ابن عطية رحمه الله. أما قولنا ما أقل شكركم لله، فهو أثبت لهم القليل من الشكر، القليل من الشكر. ما هو الأليق بحالهم؟ نفي الشكر عنهم جملة وتفصيلا، نفي الشكر عنهم جملة وتفصيلا. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض. أخبر سبحانه وتعالى عن قدرته وسلطانه في برئه الخليقة وبثهم لها في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم. ثم يوم القيامة يحشرهم: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه. ذكر المبدأ والمعاد: ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت أي يحيي الرمم ويميت الأمم. وله اختلاف الليل والنهار أي أن أمره تسخير الليل والنهار، كل منهم يطلب الآخر طلبا حثيثا، يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان بزمان، كما قال سبحانه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. أفلا تعقلون أي أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء وعز كل شيء وخضع له كل شيء؟ أفلا تعقلون؟ جعل لكم السمع والبصر، وهو الذي بدأكم، وهو الذي إليه حشركم، وهو الذي أراكم شيئا ترونه تعاقب الليل والنهار، أفلا تعقلون؟ ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا عن منكر البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين: بل قالوا
مع كل ما ذكرنا وكل ما قررنا وكل ما أخبرنا من الأمم السابقة ورد أقوامهم عليهم، ما ذكرنا من الأدلة، بل قالوا مثل ما قال الأولون. من هم الأولون؟ الذي ذكروا في أول هذه السورة ولا لا؟ قوم نوح، قوم عاد، أئذا متنا وكنا تراب، هيهات هيهات. بل قالوا، من هم الذين قالوا؟ كفار قريش. مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صرورتهم إلى البلا. لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل، هذا الوعد. ما في نبي إلا قال أنتم تبعثون، احنا ما رأينا أباءنا، ما أتى البعث. هذه أساطير، يعني أكاذيب وأحاديث الأولين يتسلون بها لا حقيقة لها. فهذه النتيجة التي يا أخواني وصلوا إليها بعد كل هذه الأمور، بعد كل هذه التقريرات، بعد كل هذه المواعظ من الأمم السابقة ومنهم هم، بعد تقرير ما قرره لهم، النتيجة يا أخواني الذي قالها كفار قريش، من مات على كفره وإلا منهم من أسلم، ماذا قالوا يا أخواني؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أي هذا ديدنهم، تشابهت قلوبهم وتشابهت ردودهم، كما اتفق الأنبياء في دعوتهم، اتفق أتباع الأنبياء أو أقوام الأنبياء في رد دعوتهم. وبهذه الآية نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.